الزوار دخلوا اللقاء بقوة ولم تمضي سوى 6 دقائق لتمكن أحمد قارة من منح التفوق لأولمبي أشلف. وبعد هجمة منظمة نجح اللاعب أكرم دمان في إدراك تعادل للمحليين بعد خطأ من حارس أولمبي أشلف. وبهذا التعادل أصبح في رصيد أولمبي أشلف 20 نقطة في المركز السادس، واتحاد الشاوية ب18 نقطة في المركز العاشر.